هدوء حذر هذه الليلة في مختلف المناطق الجنوبية، ولكن بعد يوم شهد توسعا للمواجهة المستمرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي على قاعدة المحافظة على قواعد الاشتباك، ولكن باستثناء حدث واحد هو انفجار صاروخ في منطقة جبين في منطقة شمال الليطاني، أي منطقة بعيدة عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وهذا الأمر يطرح إذا ما كان الطرفان لن يبقيا على المحافظة على قواعد الاشتباك، ولكن أي معلومة رسمية أي تعليق لم يأتي على هذا الحادث الأمني، وهو ما يؤشر إلى أن هناك سعيا لعدم تسليط الضوء على هذا الحادث الأمني بهدف المحافظة على قواعد الاشتباك. إذن هدوء حذر بعد يوم استمرت فيه المواجهات في مختلف مناطق الجنوب اللبناني الحدودية من القطاع الشرقي إلى الغربي مرورا بالقطاع الأوسط، وبرز إعلان حزب الله عن مقتل 6 من عناصره، أحدهم باحتراق سيارة بصاروخ أطلقته مروحية إسرائيلية. إذن المواجهة تتخذ طابعا أيضا يتركز على القضاء على نقاط المراقبة والرصد. حزب الله كان قد دمر عددا من أجهزة الرصد والمراقبة التي كانت قد وضعتها إسرائيل في المناطق الحدودية على السياج الذي أنشأته، في مقابل سعي إسرائيل أيضا إلى تدمير مراكز مراقبة لحزب الله، وذلك أيضا منذ بدء المواجهات في طوفان الأقصى. على الصعيد السياسي، برز الاتصال الذي كان قد أجراه وزير الخارجية الأمريكي برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزير أنتوني بلينكين عبر عن قلق متزايد في شأن التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية للبنان، وأكد في الوقت نفسه دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني. إذن الرسائل الدولية تتتالى للبنان لكي لا ينجر للحرب، في حين أن حكومة تصريف الأعمال تؤكد أنه على المجتمع الدولي العمل على ردع إسرائيل. بالنسبة إلى حزب الله، ويؤكد مسؤولوه أن حزب الله لم يكشف ماذا سيحصل في المستقبل، ولكن المواجهة هي لم تعد مواجهة طرف واحد مع إسرائيل، إنما هي مواجهة شعوب مع إسرائيل، بحسب ما أعلنه نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم أمس. كلودي أبي حنا مراسلة الغد، كنت معنا من جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك.